سمكة كبيرة. نعم. كم كبير السبانخ؟ شحال تقريبا؟ خفيف. كيلو 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 كيلو. كاين الملح، كاين الابزار. الملح، ابزار، هادو كيمشيو مع السبانخ. كاين تحضر ديال الصلصة ديال البشاميل. كاين ثلاث معالق كبار ديال الميزينة، ثلاثة معالق كبار ديال النشا ديال القطرة. نعم. والزبدة 30 غرام، نقولش معالق هكاك. الزبدة 30 غرام. والحليب على حسب الخليط باش كي الحليب. نعم، ما تنكملوش نسيترو كله ولا بغينا. لا ما كاملش، لا على حسب علاش كتعقد. نعم. وكاين كمية القلب ديال القوق. كيتفرعو كيدهنو بالحامض. نعم. وكاين الطماطم ديك الصغيرة 500 غرام. 500 غرام ديال الماتشا سوغيز ديك الصغيرة. صغيرة ومعاها فرماج محكوك. نعم. وكاين القيطة الطرية. فرماج شحال تقريبا؟ شوية باش علاش كينزلقو داك القوق اللي كنعمروه. نعم، فرماج محكوك وشنو آخر؟ القشطة. القشطة الطرية 200 غرام، ديك ديال 200 غرام. نعم. كطرب مع شوية ديال الكوزة وشوية ديال الملحة، غير شوية. مخدومة مع الكوزة والملحة ياك؟ اه صافي. هادو هما المقادير. عندنا حوتة كبيرة، واحد كيلو ديال السبانخ ديال زيبيناغ، عندنا شوية ديال الملحة، شوية ديال البزار. بالنسبة للصلصة ديال البشاميل كنحتاجو ثلاثة ديال المعالق كبار ديال النشا ديال الطحين، دقيق ديال الذرة، واحد 30 غرام ديال الزبدة، يعني قياس معلقة إلا كانت عامرة بزاف ولا جوج معالق كبار. والحليب حتى تتعقد لنا هاد الصلصة هادي. عندنا 8 ديال القلوبة ديال القوق مدهونين بشوية ديال الحامض باش ما يكحالوش. عندنا 500 غرام ديال ديك مطيشة سوغيز ديك الصغيرة، ديك الكويرات الصغيرين ديال مطيشة. عندنا واحد الكمية حفنة ديال الفرماج محكوك، 200 غرام ديال القشدة الطرية اللي كنخدموها مزيان مع شوية ديال الملحة وشوية ديال الكوزة. بالنسبة للطريقة حليمة كتدي الكشدة كتكون جاهزة، كتكون مفتوحة. نعم. كتتقب كل داك العود، كتدهن كل الحامض وكنخليوه مدة نص ساعة حتى كيتسرب داك الحامض. نعم. كنشدو ديك السبانخ كنفوروهم، كنزيدو عليهم الماء والبزار، وكنحضرو صلصة البيشاميل، كنديرو الزبدة، كنزيدو ديك الميزينة، كنزيدو ديك الحيتة كتعقد. كنشدو ديك البيشاميل كنقسموها على جوج، نص كيدخل فينا السبانخ وكنعمرو به الحوتة، والنص الآخر كنعمرو به داك القلب ديال دوك القلوب ديال القوق. يعني النص ديال لا بشاميل تنخلطوها مع ديك لا زابيناغ السبانخ اللي فورنا. اييه. والنص كنضيفوه تنعملوا به القلوب ديال القوق. القلوب ديال القوق. اييه. النصف الاخر. نعم. بابا من القوق بلي نسلقوه بلي نسلقه وكنعمروا بديك الحشوه ديال السبانخ. نعم. كنشدو دوك القلوب ديال القوق بلي كنعمروهم دوك الحشوه كنحطو فوق من الفرماج محكوك. نعم. والشوطه ملي كتعمر كتخيط، كتحط الحوطه كتحطو دوك في المول ديال الفرن، كنحطو دوك الحوطه كندوزو بجنب هذوك ديال القوق. كنستفوهم ملي كتدخلو الفران، ملي كندخلو الفران كتكون مغطيه خلاص بالالومنيوم باش كيطيبو مزيان. نعم. لان راه ما فيها لا زيت لا زبده. داكشي اللي بغيت نسقسيك، يعني ما غيطيب غير في الصوت ديالو. هكاك، لان راه الحوت ديجا كيطلق. نعم. داكشي ديالو مع كاين صلصه ديال البيشاميل، كاين سميتو ديال الفورماج، كاين سميتو يعني غير ندهنو داك المول ونحطو نصطفو الحوته في الوسط وندورو عليه داك القريبه. ما ندهنوش كاع، ما ندهنوش المول. واخا تدهنش. ما يتدهنش. ندورو ديك القريبه ديال القوق اللي معمرين اللي نسلو كنسلقه. ايوه. ويتغطاو بورق الالومنيوم. الالومنيوم. ويدخلوا الفران. كل شحال ديال الوقت تقريبا؟ ما شي بزاف، مع الفوق نزول حتى نترطل، لا حتى نص ساعه ما كاملاش. نعم، يعني نقولوا 20 دقيقه نطلعوا عليهم ونشوفهم كي دايرين. اه كل 20 دقيقه. ومن بعد ملي كنحسوا بلي راه طات كنضيفوا ديك الطماطم الصغيره. وكنطربوا ديك القشده مع ديك الكوزه مع ديك الملح حسب اللي بغى الكوزه يديرها ولا ما يديرهاش. مع ديك شويه ديال الملحه. كطرب مزيان وكتحط تصبعي فواحد الجهه ماشي في كلها، غير فواحد الجهه. مي كنخويوها غير في المول ماشي فوق الحوته. لا غير في الجنب، غير في الجنب. نعم. غير في الجنب كتخوى. كتخوى
ومن بعد كترجع للفران مده ديال 3 دقائق من غير باش كتشرب شي شويه وكيدير لك مطيشات شويه راه كتكون جاهزه. هي الفران تيكون ديجا سخون يعني ملي غندخل ديك المطيشه دغيا غتكمش دغيا شي بحال هكا طابت وديك الصلصه راه غتعقد. 3 دقائق ضيقة الطيف. نعم تبارك الله عليك حليمة، شكرا على الوصفة. الله يبارك الله فيك.